تستبشر كل اللي انت كنت بتحلم بيه، او يعتبر انت فشلت انك انت تحققه في 2017 هتحققه في 2018. الطاقة بتاعتك المكبوتة المتفجرة اللي انت كنت عايز تنجزها في 2017 هتطلعها في 2018، هيبقى عندك نجاحات في كل الأصعدة المهنية، العاطفية، الشخصية، الاجتماعية، حتى الاقتصادية. انت عايز تعوض كل اللي فاتك، هيبقى عندك ثقة كتيرة في نفسك. كل احلامك اللي ما حققتهاش في 2017 هتحققها في 2018. ثقة كبيرة في نفسك، هيكون عندك تقدم في كل النواحي، هيكون عام لاصلاح اخطائك في 2017. كلنا اخطأنا طبعا، كلنا لازم نعرف ان احنا لينا اخطاء في 2017 وانت عارفها كويس، بس انت هتجيلك الفرصة انك انت تتصلح اخطائك بتاعت 2017، والفلك هيديك الفرصة دي انك انت تصلحها في 2018. يعتبر عام الفرص الذهبية، يعني التراب هيبقى في ايدك ذهب يا برج القوس، وحتى الناس اللي حواليك هينولوا حظ حلو من اللي انت هتاخده. طب بالنسبة للعمل في 2018؟ احذر برضو مواليد برج القوس في 2017 2018. طبعا انت بعد ما هتبقى كل احلامك بتتحقق، طبعا معروف ان الانسان بطبعه بيحصل له حاله من التمرد، حاله من الغرور لما يلاقي كل حاجه عنده ايه اتحققت بسلام. عشان كده بنقول الكمال لربنا، لازم ربنا بيدينا قرصه صغيره كده في النص اللي احنا نقول لا، لازم نبقى نحافظ على الحاجه الحلوه اللي معانا ونقول الحمد لله، وما نتبطرش زي ما بيقول عن النعمه وما يحصلناش حاله غرور. هو من الحاله الحلوه ان هو هيبقى عنده حاجات وامكانيات كتير حلوه، فيحصل له حاله من ايه، انا عايز اعمل دي واعمل دي واعمل دي، فممكن هيحصل له حاله من التشبع للامكانيات اللي حواليه، فممكن وقتها يحصل لك حاله من الغرور وحاله من الفشل. فعشان كده عايزك تمشي واحده واحده. انا عارفه انك انت كنت في حاله حرمان، بس لازم تبقى ماشي خطوه بخطوه في العلاقه. بالنسبه بقى للعلاقه والحب، العلاقه العاطفيه، العلاقه العاطفيه انت في تطورات في العلاقه العاطفيه بتاعتك، وفي علاقه انت عايز تنهيها، وانت يعني انت عايز يكون ليك زواج في عام 2018، وده هيكون ان شاء الله لو انت احتجت للموضوع ده. اما في عملك، الحياه العمليه بالنسبه لك حلوه جدا، في امكانيات ماديه حلوه جدا، وفي اصلاحات حلوه جدا في العمل بتاعك.